طبعا ليه عدد الانديه المعفاه في دوري الابطال والكونفدراليه كتير بالمقارنه بالسنين اللي فاتت؟ لان السنه دي حصل حاجتين. اول حاجه، الفرق اللي شاركت ما كانتش كتير. عدد الفرق اللي تاكد مشاركتها في دوري الابطال والكونفدراليه اقل من السنين اللي فاتت، فبالتالي عدد الانديه المعفاه كتير. 10 في دوري الابطال، 12 في الكونفدراليه. الحاجه الثانيه، في انديه رغم ان هي هتشارك ولكن الاتحاد الافريقي استبعدها لوجود خلل في معيار التراخيص وعدم اعتماد ملف هذه الانديه في البطولات القادمه نتيجه عدم يعني وجود شفافيه في ملف الترخيص. الاتحادات الوطنيه اتعاملت بشفافيه والاتحاد الافريقي اعتمد استبعاد هذه الانديه، ابرزهم فريق جورماهيا الكيني لم يشارك في هذه البطوله نتيجه طبعا عدم حصوله على رخصه الانديه المحترفه، عليه ديون، عليه مستحقات، عليه حاجات كتير، فبالتالي ما كانش ينفع يشارك. هل ده ممكن نشوف الفتره الجايه بيحصل في الدوري المصري؟ اشك. في انديه كتير بتلعب في الفترات الاخيره في البطولات الافريقيه، الاتحاد المصري بيحاول قدر الامكان يجد اي تسهيلات من اجل السماح لها بالمشاركه، ولكن لو بصينا على الورق لا، في انديه ما ينفعش تلعب في افريقيا، بدليل ان اول سنه لما تم اقرار فكره ان اي نادي هيشارك في المسابقات الافريقيه لازم يكون معاه رخصه الانديه المحترفه، في انديه خدت رخصه مؤقته وفي نادي وحيد خد رخصه دائمه. مين كان؟ النادي الاهلي. النادي الاهلي من دي 1، من اول يوم لما اتطبق ملف رخص الانديه المحترفه، الاهلي كان النادي المصري الوحيد اللي خد رخص الانديه المحترفه بشكل دائم، ما خدش رخصه مؤقته. ايه الفرق؟ الرخصه الدائمه انت ورقك سليم، اجراءاتك ممتازه، ما عندكش مشاكل. الرخصه المؤقته عندك مشاكل فبتحلها، السنه دي بتحلها، السنه الجايه عندك استثناء بتحلها، فكل سنه بتاخد رخصه بشكل مؤقت نتيجه ان الاتحاد الوطني بيحاول يسهل لك كل الترتيبات وكل الاجراءات. وده اكبر دليل، ده اكبر دليل ان النادي الاهلي محدش بيساعده. النادي الاهلي بياخد الرخصه بناء على مجهوده، بناء على شغله. الاهلي بيشتغل وبياخد كل اجراءاته بنفسه، محدش بيقدم له تسهيلات، لكن التسهيلات بتبقى عند ناس تانية. تسهيلات في القيد، تسهيلات في سداد المستحقات، تسهيلات في فتح حسابات، تسهيلات في الضرائب، تسهيلات حاجات كتير قوي. فبالتالي الناس اهي من الورق اهو تشوف مين اللي بيشتغل وبياخد حقه ومين اللي دايما بيشتغل على الاستثناءات وبيقول لك انا مظلوم، بس هو بياخد حقه وبياخد اكتر من حقه كمان. احنا بس بنفكر الناس واحنا بنتكلم على المسابقات الافريقيه والرخص، لان ده تاكيدا لكل سنه ايه اللي بيحصل عشان الناس بس ما تنساش، لان البعض بيحاول يعني ايه يقدم حاجات او معلومات غلط. بس احنا بنقول لحضراتكم ملف رخص الانديه المحترفه كان اكبر دليل نقول فيه مين اللي بيشتغل بجد وبياخد الرخصه بشكل صحيح ومين اللي بيتم مساعدته. وتاكيدا على كلمه مين اللي بيتم مساعدته، طالما، ودي نقطة بقى لأي زميل بيتفرج أو بيتابع أو حتى للجمهور، عشان دي نقطة مهمة جدا، طالما النادي اللي هيشارك في إفريقيا السنة الجاية خد رخصة الأندية المحترفة يبقى حضرتك ما عندكش مشاكل. نركز في الجملة دي كويس قوي. معنى إنك تم اعتمادك للمشاركة في المسابقة الإفريقية القادمة، دوري الأبطال أو كأس الكونفدرالية، وخدت شهادة برخصة الأندية المحترفة، يبقى أنت ما عندكش مشاكل. لا تطلع تقول عندي مشكلة في الحسابات، لا تطلع تقول عليا مديونيات، لا لا لا، الحاجات دي كلها ما تتقالش. ليه؟ لأن أنت خلاص خدت الرخصة، طالما خدت الرخصة ما عندكش مشكلة. هتطلع تقول عندي مشكلة يبقى الرخصة دي فيها حاجة غلط. الناس تاخد بالها بس من الكلام اللي بقوله، لأن الكلام اللي بقوله ده أنا واثق مش هتسمعوه في حتة. معنى إنك خدت الرخصة وهتلعب في أفريقيا يبقى عندكش مشكلة في أي حاجة، في أي حاجة، ما عندكش مبرر لأي حاجة. لكن هتطلع تقول أنا عندي مشاكل يبقى ملف الرخصة بتاعك فيه حاجة غلط. اللي فاهم أكيد عارف اللي بين السطور.